إذا كان في شيء اسمه صفر فأنا بديت من تحت الصفر. اللي أبهرني في أمان الشعلان المسؤولية الاجتماعية مو أن أنا أعطي، لا، كيف أمكن الإنسان حتى ينهض ويساعد باقي الأسرة. كان الموضوع جداً صعب، شعرت وقتها بخسارة عظيمة. كنت دائماً أقول أنا لما أساعد الناس الله يساعد. اللقاء من الصفر غداً الخامسة بتوقيت السعودية على NBC1. رمضان يجمعنا.